أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية، وهذه الحلقة الخاصة من برنامج حياة وناس. أهلا بكم جميعا. نعلم جميعا أن المجتمعات في تطور مستمر وفقا لتطور العصر واللغة أيضا، فاللغة واحدة من عناصر هوية المجتمعات التي تتطور وفقا لتطور العصر. واليوم ونحن في القرن 21، هذا القرن الموصوف بعصر التكنولوجيا، يفرض أمامنا تحديا مضمونه كيف كمجتمع عربي يجب أن نتطور ونطور لغتنا ونضمن لها مستقبلا متوازي مع تطور التكنولوجيا وتحدياته ومع تطور الحياة واللغات أيضا. هل استطاعت المجتمعات العربية اليوم أن تحافظ على لغتها العربية الفصحى كمكون أساسي من المكونات هويتها؟ هل استطاعت أن تستثمر التكنولوجيا بشكل إيجابي، خصوصا أن التكنولوجيا فرضت تحدياتها على لغتنا العربية الفصحى؟ ما هو واقع اللغة العربية بين الشباب العربي تحديدا وهو الأكثر استخداما واندماجا بالتكنولوجيا؟ ما هو دور المؤسسات الثقافية في المحافظة على اللغة العربية؟ ما هي أهم التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجي على اللغة العربية؟ هذه القضية نطرحها في برنامج حياة وناس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حيث يعقد في باريس اليوم تحت مظلة اليونسكو مؤتمراً للاحتفال باللغة العربية ومناقشة واقعها ومستقبلها وهم التحديات التي تواجهها. وبسعدنا أن يكون معنا هنا في استوديوهات مونت كارلو الدولية معالي الدكتور إبراهيم البلوي، السفير المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وبسعدنا وجودك معنا هنا يوم الاثنين. وأيضا بسعدنا أن تكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذة ندى اليافي، مديرة مركز اللغة والحضارة العربية في معهد العالم العربي، السفيرة السابقة لفرنسا بالكويت. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا، شكرا. يعني معي اثنين دبلوماسيين، رح نشوف الحديث رح يكون دبلوماسي ولا رح ندخل بالتفاصيل أكثر يعني. وبسعدنا أيضا يكون معنا طبعا الأستاذة ندى الناشف، مساعد مدير عام منظمة اليونسكو للعلوم الاجتماعية الإنسانية، اللي هي معنا عن طريق الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى. شكرا، تسلمي. أهلا. مساعدنا أيضا نكون معنا الدكتور سعود هلال الحربي، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. أهلا وسهلا فيك دكتور سعود. أهلا ومساء الخير، والله يجعل إن شاء الله دائما مساعدكم جميل بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. إذن ضيوفنا الكرام، سنبدأ حديثنا عن هذا المؤتمر وهذه الاحتفالية بيوم اللغة العربية، ونبدأ بك أستاذة ندى الناشف، وأنتم يعني ربما شراكة ما بينكم وما بين المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا اليوم وتنظيم هذه الاحتفالية. يريد نتحدث عن تاريخ هذه الاحتفالية. شكرا لك جزيلا. أول شيء، هذه مسيرة طويلة جدا، يمكن أول مؤتمر عام لليونسكو عقد باستخدام اللغة العربية كان عام 48، انعقد المؤتمر في بيروت وأجبر الجميع على استخدام اللغة العربية في تلك الدورة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية، فكانت الحقيقة اليونسكو مبادرة لها دور ريادي في هذا الموضوع. من ثم كان هناك مؤتمر إقليمي للجان الوطنية العربية عقد في الجزائر في عام 64. نعم. تم التذكير برغبة المنظمة في زيادة عدد الوثائق المترجمة إلى لغات غير اللغات الرسمية الإنجليزية والفرنسية في ذلك الوقت. مضت الأيام طبعا، في عام 73 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر آنذاك، وهو هذا اليوم الذي نحتفل به الآن 18. نعم. ديسمبر. خلال دورتها بهذاك الوقت يقضي بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية. ومن هناك طبعا أعلنت اليونسكو في 99 يوم الدولي للغة الأم. نعم. ومن ثم أصبحنا نحتفل بعدة أيام للغات، يوم اللغة الفرنسية، الصينية، الإنجليزية، كل واحدة في مناسبة خاصة بهذه القومية إذا بدك. ومن ثم دخل الاحتفال باليوم اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في 18 ديسمبر من كل عام. يعني هي السادس لغة، ليس كذلك؟ هي من اللغات الرسمية، هي السادس لغة في منظمة الأمم المتحدة. إذن هي لغة عالمية، ليس كذلك؟ لغتنا الأم التي نريد الحفاظ عليها.
أعذريني أستاذة ندى اليافي، ولكن معالي الدكتور إبراهيم البلوي السفير المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، قمتم كل عام بتنظيم هذه الاحتفالية باللغة العربية، أليس كذلك؟ ياريت نتحدث عن هذا العام، إذا كان ما يميز هذه الاحتفالية هذا العام، وعن الشراكة أيضا مع منظمة اليونسكو هذا العام التي تشارككم بتنظيم هذه طبعا الاحتفالية باللغة العربية. ماذا تعني لكم اللغة العربية؟ لماذا الاحتفال بهذا اليوم كل عام؟ طبعا بداية شكرا لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين. لا شك المملكة العربية السعودية من خلال مندوبيتها طبعا هي ملتزمة بدعم وتعزيز مكانة اللغة العربية أينما كانت وداخل المنظمات الدولية، وحتما عندما نتحدث عن منظمة اليونسكو فهي من أهم المنظمات الدولية المتعلقة بالثقافة والعلوم والتربية. نعم. فمن هنا جاء الاهتمام باللغة العربية، وخصوصا أنه تقرر أن يكون هناك يوم للاحتفاء باللغة العربية، فاستمر الاحتفاء بالأساليب والطرق حسب ما هو كان متبع سابقا. أما في المرحلة الحالية أعتقد أن هناك كان تغيير قد يكون نوعي، وهو بالشراكة الكاملة مع منظمة اليونسكو، وبما أن الأستاذة العزيزة ندى الناشف موجودة فهي معنا يعني متابعة بشكل كبير جدا، ونحن في شراكة كاملة مع منظمة اليونسكو، وعلى هذا الأساس تم وضع البرنامج. طبعا ما يميز البرنامج لهذا العام هو طبعا في حضور نوعي، وإن صح يعني التعبير حضور باذخ من الباحثين، يعني نوعية الباحثين الموجودين. نعم، خصوصا طلعت أنا على المجامع اللغة العربية، المجامع في الوطن العربي، رؤساء المجامع، رئيس اتحاد المجامع اللغة العربية حاضرين أيضا ضمن هذه المناسبة العزيزة علينا كعرب، أن هناك تقام أيضا يقام حفل تسليم جائزة الأليكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، ومعنا الدكتور سعود راح يحدثنا، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. نعم. رئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، يعني معالي الدكتور أكيد سيتحدث عن هذه المسألة التي تهتم كثيرا بالثقافة واللغة العربية، وأيضا حتى المحاور المطروحة هي محاور تتعلق بأيضا بمسألة اللغة العربية وبقضايا اللغة العربية، سواء كانت من سيما وأن المحور الأساسي اللغة العربية هو اللغة والتقنيات الجديدة، بما كان هذا ما ذكرت. إذن هو تطوير اللغة العربية، هو ليس تكون تطوير لغة عصرية، اللغة هي العصر. هي لغة عصرية اللغة العربية، ولكنها يجب أن تكون هناك طبعا يجب أن يخدمها الباحث العربي، أن يخدم اللغة العربية من خلال حقيقة الدراسات والبحوث، وجاءت هذه الندوة هي من أجل أيضا أن تساهم في هذه المسألة، وسيما وأننا تمكننا من جمع كبار الباحثين من المجامع اللغة العربية لوضع أيضا آلية التنسيق ما بين المؤسسات اللغوية. أيضا هناك لدينا محور كبير نعم التنسيق والمشاركات. نحن هي ما نفتقر له اليوم هي مسألة التنسيق ما بين المؤسسات اللغوية، سمو أن هناك حقيقة يعني كثيرا ما نتحدث عن فوضى في استخدام المصطلح، هناك المصطلح في المغرب العربي ومصطلح في المشرق العربي، مصطلحات متنوعة ومختلفة. قد تكون هذه مناسبة جيدة أن يجتمع الباحثين والمتخصصين أيضا لوضع آلية لمناقشة مثل هذه القضايا والمسائل، ووضع ربما مصطلحات عصرية ربما تناسب الجميع. طبعا هناك أيضا موضوع آخر هي مسألة هندسة اللغة، وهذا موضوع جديد. نعم. موضوع مهم جدا أيضا يعني يناقش. إذن الكثير من القضايا الهامة بالنسبة للغة العربية، وسنقوم بنقاشها طبعا ومناقشتها من خلال هذا البرنامج، ولكن أردنا بداية أن نتحدث عن المؤتمر الذي يقام اليوم في منظمة اليونسكو بالشراكة مع المملكة العربية السعودية من أجل الاحتفاء بيوم اللغة العربية. أستاذة ندى اليافي، أنت مديرة مركز اللغة والحضارة العربية في معهد العالم العربي، وقمتم بوضع اختبار لمستوى اللغة العربية عن طريق الكمبيوتر، وقمتم بتقديمه لعامة الجمهور، أليس كذلك؟ السبت، يعني السبت الماضي قبل يومين. ياريت تتحدثين عن هذا الاختبار، وأنا يعني من إحساسي ومن حديثي مع حضرتك ومعرفتي بمعهد العالم العربي، لكم رؤية خاصة بالنسبة للغة العربية، ياريت تتحدثين عن رؤيتكم للغة العربية. شكرا. أولا أود أن أذكر بأن المادة الأولى في النظام الأساسي لمعهد العالم العربي تنص على التعريف، أن مهمة المعهد التعريف بشكل أفضل على الثقافة واللغة العربية،
يعني الثقافة تأتي دائما بنفس المستوى مع اللغة، لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى، ولكن الشيء الذي يميز أيضا كل منهم في وعاء الآخر أليس كذلك؟ تماما اللغة. نعم نعم. والشيء الذي يميز توجهنا هو محاولة تحديث مناهج تدريس اللغة العربية بأن نعطيها فعلا أسلوبا عصريا مشوقا يستند إلى المرجع الأوروبي المشترك للغات. ما هو المرجع الأوروبي المشترك للغات؟ هو مرجع صنف مستويات الكفاءة باللغة، كافة اللغات حسب مستويات التقدم بالتعلم، وأيضا حسب المهارات، المهارة الشفهية، المهارة الكتابية، المهارة القواعد إلى آخره. فإذا نحن نستند إلى هذه البحوث التي توصلت إليها أوروبا لإنتاج منهج جديد في تدريس اللغة العربية، وأنتجنا كتابا منهج جديد. سنرى رأي الضيوف طبعا، منهج جديد لتعليم اللغة العربية. أود فقط أن أكمل حديثي بذكر عنوان الكتاب الذي أنتجناه، واسمه أهداف للمبتدئين في جزئين، وهو اعتمد في سويسرا وفي ألمانيا، يعني ترجم إلى الألمانية لأنهم اعتبروا أنه لتعليم اللغة العربية عربية للعرب أم لغير الناطقين بها. الناطقين لغير بها. الناطقين نعم. فعلا كلغة حية من كبريات اللغات في العالم. سنتحدث مع حضراتكم، هل لغتنا العربية لغتنا الأم في خطر اليوم كما يقول البعض وبأنها في طريق للاندثار؟ يعني أنا شايفة ساعات السفير مع السفير عماله بضحك. سأعود لك، ولكن قبل ذلك الدكتور سعود، أهلا وسهلا فيك سعود هلال الحربي. يعني إحنا بنحييك، وياريت تتحدثنا. يعني تم تسليم جائزة الأليكسو الشارقة للدراسات اللغوية المعجمية هذا الصباح، ياريت تتحدثنا عن هذه الجائزة، ما هو الهدف منها وما هي هذه الجائزة؟ طبعا يعني التحية لإذاعتكم العريقة وضيوف الأعزاء في هذه المناسبة الجميلة والجيد العربي الذي نحتفل به جميعا. يأتي طبعا هذه الاحتفال بالجائزة من ضمن سياق الاهتمام باللغة العربية بشكل كبير. نحن نثبت تماما أن اللغة هي الحياة، والحياة هي اللغة أيضا في الوقت نفسه. لذلك احنا يعني لابد أن نستثمر من هذه المناسبات لتعزيز اللغة العربية التي نهدف يعني من خلالها يعني تأصيل هويتنا، إبراز هويتنا، إبراز أيضا ثقافتنا، وهي أيضا وسيلة من وسائل توحدنا، يمكن الثقافة اللي جمعنا في الوطن العربي. فهي وجود الإنجاز التعبير. فالمنظمة العربية للتربية أعتقد أن من أهم أهدافها هي قضية الهوية العربية واللغة العربية بشكل كامل. نعم. فظهرت هذه الفكرة، قضية أن إيجاد جائزة شارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، حتى نشجع المهتمين في اللغة العربية من خلال أعمالهم وأبحاثهم ونشرهم للكثير من الكتب والدراسات التي تعزز يمكن هذه الأهداف وتنمي الجوانب اللغوية لدى شباب الناشئ. أنت كما تفضلت في سياق الحديث أن لغتنا العربية لن تندثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نتكلم بأكثر وضوح أنها محددة لدينا، خصوصا بعض الدول العربية تعاني معاناة شديدة من اضمحلال مفاهيم اللغة العربية، إن كانت كمصطلحات أو حتى فكر. فأعتقد أن هذه الجائزة، والتي من خلال هذا البرنامج نتوجه الشكر للدكتور سلطان القاسم حاكم مارت الشارقة، والذي مشهور دائما بتعزيزه ودعمه للغة العربية. فأعتقد أنها فرصة ومناسبة جيدة أيضا لتوحيد الآراء، سواء يعني في المعهد العربي أو ما تقوم به المملكة العربية السعودية، مشكورة في أكثر من مجال، وجميع الدول العربية. فهي فرصة أيضا للقاء والتحاور والتشاور حتى نعيد هيبة مكانة اللغة العربية. أولا بكل مكان الفخر اللغة العظيمة بإذن الله إن شاء الله. طبعا رح نتحدث مع حضرتك، لأنه أنا بعرف قبل سنتين أو قبل سنة ونص جئتم إلى هنا، طبعا الرئيس السابق، وأكيد أنت رح تكمل في هذا الإطار، وطالبة وكان هناك ربما مطالبة بأن تكون اللغة العربية في المدارس الفرنسية، تدرس كلغة في المدارس الفرنسية. سأعود لك لنرى أين وصلتم بذلك، لأنه هذا أمر هام بالنسبة للجالية من أصول عربية الموجودة هنا في فرنسا. أعود لك أستاذة ندى الناشف، وأنا بعرف أنك مشغولة جدا ورح تتركينا، يريد نتحدث عن المشاريع اللي بتقوم فيها في منظمة اليونسكو من أجل دعم اللغة العربية وهي الحاضنة لهذا اليوم، وأيضا في المستقبل توجهاتكم مشاريعكم المستقبلية أيضا.
شكرا شكرا. لا يعني أتمنى أن أولا أنوه بموضوع الشراكات التي طبعا تطرقنا له من الآن. فالحقيقة جاءت مبادرة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، تكلم سعادة السفير عن الشراكة مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2007 لتعزيز حضور اللغة العربية في يونسكو. وهذا أعطى طبعا دفعا مهما جدا، سواء الترجمة الفورية أو ترجمة النصوص أو الحضور الإعلامي عبر شبكة الإنترنت. جميل. هذا الموضوع الأساس هو اللغة بالنسبة لنا جزء حيوي من الإنسانيات، تمثل نسيج التعبير الثقافي كما تفضل يعني كل الضيوف طبعا، والدكتور سعود حكى عن هذا، فهي حامل طبعا هوية وقيم ورؤى. هي أيضا في هذا الوقت الصعب للمنطقة العربية تمثل الوعاء للتنوع الثقافي، حوار الحضارات اللي هو طبعا هم أساس لليونسكو، لتمكين وتوثيق العلاقة بين المجتمعات وإثراء تنوع أشكال التعبير والتفاعل. بالنسبة لنا محاربة كل شيء خاصه بالتمييز بالعنصرية، موضوع التكامل الاجتماعي الانسجام الاجتماعي يحتاج إلى هذا النوع من التواصل. فهذا يعني هذا كل هذا المنطلق يشجع على الحوار التواصل التسامح من خلال مشاركة فاعلة. فبالنسبة للمشاريع احنا لدينا احتفال يندرج، هذا الاحتفال يندرج في إطار العقد الدولي للتقارب بين الثقافات. نعم. الذي تقوده اليونسكو على مستوى الأمم المتحدة. نعم. جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية الذي هو أيضا مبادرة من سمو الشيخ سلطان القاسمي وهي في ازدهار هذه الجائزة. نعم. موسوعة جديدة حول مختلف جوانب الثقافة الإسلامية وعدة مبادرات في هذا السياق. ودعيني أقول أنه كمان همنا أنه يكون في ترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى. نعم. لدينا مفاهيم، لدينا إرث ثقافي علمي مهم جدا. نحن ليس فقط يعني اللغة ولكن أيضا الثقافة، الثقافة العربية طبعا أيضا توصل للعالم. ليس فقط مستقبلين. نعم. للمعلومات من الخارج، إحنا لدينا أيضا أرصدة معلوماتية مهمة لابد أن يشاركنا فيها بقية العالم يعني. طب أنا بشكرك شكر كبير أستاذة ندى الناشف، مساعد مدير عام منظمة اليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية. شكرا لك، وأنا بعرف أنه المؤتمر يعني لعدة أيام، فإحنا بنشكرك أنك كنت معنا اليوم في أولى الأيام. شكرا جميعا، ونراكم كلكم مع بعض. شكرا، شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أعود لك أستاذة ندى. لا معالي الدكتور، بالترتيب بالترتيب يعني رجل وامرأة، أنا هيك بحب حتى يكون مساواة، لذلك كذلك إحنا منطالب المساواة. الآن مع الأستاذ الدكتور إبراهيم البلوي. يعني من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين التطور التكنولوجي ومواقع اللغة العربية، كيف يمكن لك شرح هذه العلاقة؟ وطبعا إحدى الجلسات ستكون عن التكنولوجيا واللغة العربية. طبعا هي العلاقة طبيعية أن تكون ما بين اللغة ومن التكنولوجيا الجديدة والتقنيات الحديثة، وهل استطعنا فعلا تطوير لغتنا؟ هذا أمر طبيعي. هو مسألة طبعا الحديث عن تطوير اللغة، اللغة هي اللغة، ولكن هو التطوير يصبح الإنسان هو ما إذا قام بالتصنيع وقام بالإنتاج وقام بالإنجاز، اللغة تواكب. فكما يقول اللغويين، اللغة هي كائن حي تحيا بحياة الإنسان وتموت بموته. فإذا كان الإنسان استطعنا إيجاد هذه المصطلحات أو طبعا هي موجودة، المصطلحات طبعا إذا أنتجنا هذه المصطلحات نحن ننتج الآلة. طبعا يعني بكل صدق وأمانة إنه اللغة تتطور من ناحية المصطلح إذا كان المجتمع متقدم، هي مرتبطة بالتقدم المصطلحات. أما اللغة هي باقية، اللغة لا تموت. اللغة سيما عندما نتحدث عن اللغة العربية، لغة لها حضارة ولها ماضي ولها حاضر. احنا متفقين، ولكن العلوم اليوم لغة العلوم، لأننا لا نحن العلوم. من ينتج هذه العلوم. نحن الآن أنا أذكر لك تجربة بسيطة. نعم. جدا. أنا عضو في اللجنة العلمية في جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة، هذه جائزة كبيرة جدا. نعم. الجائزة فيها عدة فروع، من ضمن الفروع الترجمة من وإلى اللغة العربية، وفيها جانب أيضا في مجال العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغة الأخرى، أي ترجمة عن اللغة العربية. نعم. ما كان ملفت للانتباه في ثلاث دورات متتالية أنه لم يكن هناك أعمال مترجمة عن اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، حجبت هذه الجائزة في ثلاث دورات. هذا يعني أن الإنتاج، طبعا اللغة ما تحدث عن المصطلحات هي مرتبطة بالإنتاج العلمي. نعم. الإنتاج العلمي في المجتمعات العربية في الجانب في العلوم هو مقل،
بكل أسف. أما الترجمة إلى اللغة العربية فهي نوعا ما يعني لا نقول أنها وصلت إلى الحد المقبول، ولكنها أصبحت في الآن في تقدم بحكم وجود عدة مشاريع الآن، مشاريع في المملكة العربية السعودية، مشاريع في الإمارات، موجودة الآن في البحرين، الآن أيضا يوجد مشروع لدعم هذه الترجمة. الآن على مواقع الإنترنت الآن هناك تحسب اللغات حجم الحجم استخدام اللغة، الآن يوجد طبعا مشاريع لدعم حضور اللغة العربية على مواقع الشبكة العنكبوتية، لأن يوجد أيضا دعم لمسألة المعاجم الإلكترونية، أيضا يوجد توجه الآن كبير جدا، وأعتقد هناك مشاريع وصلت وبعضها الآن بدأ تطبيقها لي مسألة الاختبار المعياري للغة. يعني ما تفضلت قبل قليل أستاذتنا سعادة السفيرة ندى اليافي عن المناهج لتعليم غير الناطقين، لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مثلا نموذجا في فرنسا هنا، ولكن هؤلاء المبتدئين أو من لديه معرفة بسيطة أو متقدمة في اللغة العربية، نحن بحاجة إلى قياس المستوى. قياس المستوى نحن لازلنا نقيس مستواهم بالطرق التقليدية، لكن الآن هناك مشاريع تقدمت في مسألة الاختبار المعياري هو إلكتروني بإمكان الشخص أيضا حتى من خلال منزله يقيم اختبار وقياس مثلا الوضع. فالآن هناك طبعا يوجد جهود كبيرة جدا الآن نحو حقيقة النهوض بهذه القضايا وهذه المسائل. أما مسألة اللغة العربية والحديث عنها كلغة فهي لغة باقية، لغة حاملة لحضارة، حاملة لثقافة، لا يمكن أن نتحدث عن مثل هذه الجوانب. سنعود الحديث عن هذا الموضوع. ما رأيك أستاذة ندى إذا كان عندك تعقيب على ما تفضل به من أجل التكنولوجيا؟ لأننا نقول اليوم لغة العلم ليست اللغة العربية، يعني عندما نتحدث عن العلوم ولغة التكنولوجيا هي الإنجليزية اليوم وليست العربية. هناك معايير. شكرا. أنا أوافق دكتور فيما ذهب إليه من أنه من الضروري إنتاج العلوم بلغة حتى تبقى هذه اللغة حية وتتطور. هنالك معايير عدة لتصنيف أهمية اللغات. أولا انتشارها الجغرافي، وكذلك استمراريتها عبر التاريخ، وعدد الناطقين بها، وأيضا القدرة على إنتاج المعرفة بهذه اللغة. للأسف الشديد هذا هو المعيار الأخير الذي ينقصنا اليوم. ولكن الشيء المذهل في ما يتعلق باللغة العربية هو مع ذلك حيويتها البارزة، وجودها فعلا في القنوات الفضائية التي ليست حكرا على البلدان العربية على فكرة. القوى العظمى والقوى الإقليمية كلها لديها قناة فضائية ناطقة باللغة العربية. يعني هذا يعود إلى أهمية المنطقة الاستراتيجية التي تحتلها ربما هذا يعني قد يكون أحد الأوجه المضيئة لواقع مرير تمر به المنطقة العربية، ولكن هنالك اهتمام. ولكن اللغة المستخدمة، اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام، لغة سيبوي، لغتنا العربية اللي بنعرفها اللي ربما نستصعبها بعض الأحيان جميعا سواء القواعد و كل هذه، هل هي لغة بسيطة؟ أنا أود أن يفهمها الجميع تماما. ما أثبتته اللغة العربية في هذه القنوات الفضائية، في الشبكة العنكبوتية، في شبكات التواصل الاجتماعي، في إذاعة مونتي كارلو، أيضا كل الإذاعات التي ناطقة باللغة العربية، أثبتت أنها فعلا تستخدم لغة وسيطة بين اللغة الكلاسيكية جدا العريقة الثقافية المشبعة بالكلمات المصطلحات المصطلحات الجميلة المرتبطة بالماضي العريق، نعم. والتعامل اليومي الذي قد يكون أحيانا باللهجات العامية. هنالك فعلا لغة وسيطة هي ما بين اللغة العامية وما بين تماماً. اللغة العربية من البصحة. يود أن يعرض أن هنالك نزاع بين العامية والفصحى هذا يعني واقع عفى عليه الزمن، لأن هنالك فعلا إنتاج لغة جديدة. نعم. عندما يخرج أي رجل سياسي من اجتماع ويسأله الصحفيون عما ورد في هذا الاجتماع،
يتحدث يخلط أحيانا بين شيء من العامية وشيء من الفصحى. إذن هنالك لغة وسيطة هي لغة التعامل في عصرنا الحالي. نحن طبعا نحاول تقريبها من الفصحى المبسطة في كل مناهج تدريسنا. وعلى فكرة أود أن أوجه تحية خاصة لبرنامج حياة وناس، لأن بعض الأساتذة في معهد العالم العربي مدمنين فعلا على حياة وناس، لأن بالنسبة للصفوف المتقدمة باللغة العربية للفرنسيين الذين يتعلمون يسمعونهم يعني برنامج حياة والله وناس. شايف سعادة السفير والله أنا مبسوطة يعني أنا فاتني أن أحييك في البداية وأحيي إذاعة موندي كارلو الدولية، وطبعا أحيي الضيوف كل ما تفضلوا به من أمور قيمة للغاية. يعني الأساليب التي يمكن أن تسعف طبعا اللغة بأن تكون موحدة هي مثلا المعاجم التي تفضل بذكرها الدكتور. نعم. السيدة أيضا ندى الناشف ذكرت ضرورة إيجاد موسوعات. نعم. الترجمة أمر مهم للغاية، الترجمة من وإلى اللغة العربية. نعم. لأننا إذا ما ذكرنا وتوحيد المصطلحات اللي تحدث عنه الدكتور طبعا الدكتور في البداية واللي هو مهم جدا ما بين المغرب والمشرق تمام. وجميع البلاد العربية يعني إذا ما لاحظنا العصر الذهبي الذي مرت به الحضارة العربية هو في الفترة العباسية 200 عام من الترجمة من اللغات الهندية السنسكريتية اليونانية الصينية الفارسية إلى اللغة العربية 200 عام وفي فترة النهضة أيضا إلى اللغات الأوروبية وفي فترة الأندلس أيضا من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية. عندما كنا في قمة في القمة هذا ما سمح بإنقاذ التراث الإغريقي القديم ونقله إلى أوروبا. يعني كانت أوروبا ستفقد هذا التراث ونقل المعرفة العربية أليس كذلك الإسلامية إلى أيضا فعلا إلى التي أوروبا أثرت التي أثرت المعرفة الإغريقية وزادت عليها طبعا. طب دكتور سعود هلال الحربي أكيد في عندك تعقيب على ما تفضل به الضيوف الكرام ربما مع الدكتور إبراهيم والأستاذة ندى، وبعد التعقيب يرتح أنتم كمؤسسة إقليمية ثقافية ما هو تقييمكم لواقع اللغة العربية اليوم؟ هل نقول أن لغتنا العربية اليوم بخير كما هي؟ وبصراحة لو أردت أن أعقب حول الجهود المبذولة خصوصا ما يتعلق بالترجمة وحيوية اللغة العربية وهل تصبح لغة علمية، أعتقد أنها قادرة، لكن خلنا نكون واقعيين. نعم دكتور سعود. ألو. أيوة تفضل هل أسمعناك. أيوة أيوة الآن أعتقد أن اللغة يعني مرتبطة حتى بقوة الشعوب إن كانت على المستوى السياسي والاقتصادي أو الثقافي. نعم. لذلك عندما كانت الحضارة العربية السائدة كانت لغتها هي السائدة. نعم. وهذا منطق، هذا منطق التاريخ منطق الواقع. منطق القوي أليس كذلك؟ أي طبعا. نعم. يعني لطفنا العبارة شوي أنا بحكيها ببلطفها منطق القوي. أيوة. فأعتقد إن لكن قضية أن هل بالإمكان تصبح علمية؟ نعم تصبح علمية. لذلك عندما نرى أن الغن التاسع العشر كان إسهامات أحمد فارس الدقيق رحمة الله عليه كبيرة، وهو من اخترع كثير من الكلمات وادخل اللغة العربية. نعم. مثل كلمة اشتراكية مثل كلمة الباخرة، هو من استطاع أن يوائم بين التطور الحاصل واللغة العربية، ولكن متى ما كانت الإرادة. نعم. هل اللغة العربية في أزمة؟ نعم نقول نعم بأزمة، والسبب أن أول شيء أن نظرة الدولية لدى بعض المثقفين يمكن الدول العربية للغتنا ابتعادنا عن اللغة ليس كذلك، أبنائنا اليوم بنعلمهم لغات أخرى وليس لغتهم الأم اللغة العربية، لأن المشكلة أن ومع الأسف أنا أقول أن إنسان تربوي بعض التربوي بحد ذاته لا يؤمن بأهمية اللغة العربية أصلا ويرى أن تعليم لغة ثانية هو سبيل العلم. أعتقد أننا لا نمارس تعليم اللغة، ولكن من الأولى والأجدى نعلم لغتنا بالأساس. فإذا ربنا نعلم الطفل في المرحلة الابتدائية التفكير، التفكير يحتاج إلى خصوبة وطلاقة، وهذا لا يأتي إلا في اللغة الأم. نعم. اللغة مرتبطة وتطور العلم مرتبط بالخيال، والخيال لا يأتي إلا بناء على تبديل الأفكار في اللغة العربية الأم. فنعتقد نعم لغتنا في أزمة من خلال نظرتنا الدولية، عدم الاهتمام بها، عدم وجود حركة ثقافية. الآن أمريكا اللاتينية قزت العالم في الرواية. نعم. معروفة أين نحن من الإنتاج الثقافي العربي اليوم أليس كذلك؟ هل هناك مساهمة؟ أنا أعتقد أن أنت يعني تاجيتنا شيء نقول على استحياء لا ترتقي إلى 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 المطلوب، وإن كان هناك إنتاج ثقافي مع الأسف أما أن يكون لتشطير المجتمع أو جلد الأمة العربية أو البحث عن النماذج السيئة فينا في مجتمعنا
عدم ابراز هويتنا. لذلك انا اعتقد ان من اسرار يعني حتى لما نرجع الى مثلا بلغاريا، بلغاريا كانت دوله تحت الاستعمار العثماني، فقام شخص توفي ايدري لكسي بانشاء مدرسه للغه البلغاريه كانت سنوات التحرر. لاحظ كيف غادت اللغه التحرر، فمتى ما اقتنعنا احنا يعني في كمثقفين كتربويين كمناهج في اللغه العربيه، يعني اعتقد ان كثير من الاشكاليات حتى الاشكالات السياسيه ممكن اصلاحها عن طريق اللغه، لان احنا لو وحدنا ثقافتنا مرجعيتنا الفكريه وايديولوجيتنا تكون واحده، مشاعرنا واحده. لذلك لما نتكلم عن تكلمت ان اربط السؤال في السؤال السابق حول مجهودات اللي قام فيها الدكتور عبد الله محارب رحمه الله عليه اساسا، فانا اعتقد هذا خطوه باتجاه صحيح، لان ابنائنا في الخارج الان سواء المقيمين هناك او محتاجين الى ربطهم في ثقافتهم. نعم، هي الجذور اليس كذلك، هي الهويه باعتقادي، اللغه هي جزء من الهويه. يعني وهل ننسى ادب المهجر الذي قاد اللبناني بشكل كبير؟ هل ننسى امين ريحان والمخ النعيمه والعيدي ابو ماضي ولا كثير ما اثرت عليهم الحياه الغربيه؟ لذلك لما وهذه القنوات اللي قاعد نستكملها الان، ان بالنسبه للمناهج خاصه ما يتعلق باللغه الان عن طريق اللغه، اول شيء المنظمه العربيه منظمه رسميه صادره عن جامعه العربيه تعكس الراي العربي في هذا الجانب. ايضا من واجبنا ان نغذي شبابنا بقيم انسانيه حضاريه تجعلهم هناك ليس فريسه للافكار يمكن اللي تعرضوا لها الان في كما تشاهدون في فرنسا وفي كثير من الدول. فانا اعتقد ان هذه احنا بدورنا راح نساعد حتى الدول الغربيه، نقدم لهم لغه عربيه ذات مضامين وقيم انسانيه حضاريه تحترم الاخر، تحترم حقوق الانسان، نبعدهم عن بؤر الارهاب والتطرف، فاكثر من هدف الحفظ. نعم، انها تكون لغه سلام وليس لغه يعني لغه هدم كما يقال اليوم عنا وعن بلادنا يعني، وهذا غير صحيح طبعا، ولكن هذا ما يقال اليوم. انا اعتقد ان هذا سلاحنا يعني المهم في هذا الجانب، وايضا هو دواء ناجع بالنسبه للدول الغربيه. انا قاعد اقدم لكم قيم بمحتوى اصل اللغه، القيم الاصيله، يعني احنا عمالنا نتحدث عن القيم الاصيله اللي احنا تربينا عليها واللي هي موجوده دائما في بلادنا، وليس هذا الذي دخل علينا، يعني ما شيء دخل علينا وليس منا. يعني أنا بعتقد أنه الدكتور عندك تعقيب، ولكن قبل أن تعقب، وأيضا إذا كان رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة، أنت رح تكون بينهم، أنت رح تكون الآن. نعم، عفوا، مع معذرة السيد الكريم، أقدمها دائما عليك. تسلم، مشكور جدا. بسريعة لأنه هناك أغنية وبعد ذلك نعود. عقبي تفضلي. يهمني جدا أن أعود إلى ما تفضل به الدكتور سعود حول أن نبرز اللغة كعامل سلام. نحن في معهد العالم العربي أقمنا أسوة باليونسكو في حقيقة الأمر، ليس يوما واحدا ولكن أقمنا أسبوعا كاملا حافلا بالأنشطة التي تبرز اللغة العربية كلغة منفتحة على الآخرين. نعم. على اللغات الأخرى، لغة يعني سميناها عيد اللغة العربية لنبرز ما هو فعلا فرح في عالم قد يكون قاتما في. نعم. هذه الأيام، والكثير من النشاطات من مسرح، من سينما، من حكايات. نعم، من هي لغة مسرح، لغة غناء، الغناء، كتب، ثقافة، كل ذلك. تماما، كل هذه الأنشطة سعت لإبراز اللغة على أنها متعددة الأوجه، يعني تتواصل مع المجتمع الفرنسي. الكثير من الناس الفرنسيين كانوا فعلا مندهشين بأن اللغة العربية لم ترتبط فقط بجانب جانب قاتم، جانب يعني محارب أو جانب. نعم، يعني متأزم ويعني ربما فهم خاطئ لما تماماً. لثقافتنا وللدين وكل هذه الأمور اللي هي يعني ليست صحيحة إطلاقا ما يقال عن ثقافتنا وعن لغتنا وعن ديننا. ضيفنا الكرام، نتوقف الآن مع استراحة بسيطة، نريحكم شوي ثم نعود للحوار وللحديث عن واقع ومستقبل اللغة العربية. بالعربي ودغري من الآخر، مش طلبي حبك مش طلبي، بدك انت ممثل شاطر مش متلي بغار وعصبي. بالعربي ودغري من الآخر، مش طلبي حبك مش طلبي، بدك انت ممثل شاطر مش متلي بغار وعصبي.
وناس نعمات المطري. عودة لحديثنا عن اليوم العالمي للغة العربية، وكل عام ولغتنا الأم بألف ألف خير في هذا اليوم العالمي للاحتفاء بطبعا اللغة العربية، مع معالي الدكتور إبراهيم البلوي السفير المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، والأستاذة ندى اليافي مديرة مركز اللغة والحضارة العربية في معهد العالم العربي، السفيرة السابقة لفرنسا بالكويت، والدكتور سعود هلال الحربي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا مرة أخرى، وباعتقادي سينضم لنا بعد قليل الدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، أو انضم لنا. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد الكركي. يا أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي للإخوان كلهم. نتحدث اليوم ونحتفل باليوم العالمي للغة العربية، وقبل أن أعود لك دكتور خالد، معالي دكتور إبراهيم بلوي عندك تعقيب ربما عن حديث أليس كذلك اللي استمعنا إليه قبل قليل من دكتور سعود، لأن حسيتك أنا حابب تتحدث يعني. شكرا لك. بداية أنا أود أن أرحب بمعالي الدكتور خالد الكركي الأستاذ الكبير حقيقة الرئيس مجمع اللغة العربية في عمان، وقامة كبيرة جدا، وهذا يسعدنا هذا المساء أن يكون معنا. نعم. بالنسبة للغة العربية طبعا أنا باعتقادي أن الإشكالية الأولى فيما ذكره معالي الدكتور سعود وأيضا الأستاذة ندى في مسألة مكانة اللغة العربية لدى أهلها، لا يوجد طبعا، لا يمكن أن يكون هناك صورة دونية اللغة العربية على الإطلاق، لا يمكن أن تكون هذه الصورة موجودة، ولكن هناك إشكالية لدى المؤسسات التعليمية. نعم. هذه الصورة يعني مسألة تعليم اللغة العربية، أنه يجب أن تفرض أو يفرض تعليم اللغة العربية في 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 الكليات العلمية، في في الأقسام العلمية، في الهندسة، في الطب، يجب أن يكون هناك سياسة لتدريس اللغة العربية، تدريس هذه العلوم باللغة العربية حتى ننهض بمسألة المصطلح. واعتقد الدكتور ومعالي الدكتور خالد الكركي له باع طويل في هذه المسألة. اما في مسألة الهوية، اعتقد اللغة العربية يعني غنية عن التعريف، ولا يمكن ان نتحدث عن قضايا مثلا تمس وضعها وكيانها كلغة سواء كان واقعا، ولكن اليوم هناك مخاوف يعني نكون واقعيين، هناك مخاوف اليوم كل ما هو عربي مسلم. هذه قضية ولغة أخرى، هذه قضية ما ترتبط بالإنسان العربي. أما في مسألة اللغة فاللغة لها آلاف السنين هي موجودة، وما يميز وهذا أمر مدهش وملفت للانتباه. نعم. أن اللغة العربية ولدت شابة، يقولون ولدت شابة وما زالت شابة، يعني لا يوجد يعني حتى في الدراسات، ولكن ممكن نزيدها شبابا، هي بعض هيك، لا من يزيدها شباب هي. نعم. يعني بالنسبة للغة هي كما ذكرت لك أنها كائن حي، إذا كانت المجتمعات متقدمة يبدأ استخدام تطور اللغة، مع تطور يتطور المجتمعات. استخدام اللغة. نعم. وأيضا ينتشر، هي مسألة انتشار، فاللغة العربية هي منتشرة في الجانب الثقافي، في الجانب في المجتمعات، جغرافيا تعد من اللغات الكبيرة، ودليل أهمية اللغة العربية أنها موجودة ضمن اللغات الست في منظمة اليونسكو، وأيضا هي من اللغات المستخدمة مع اللغة الأسبانية في مسألة الترجمة، هي واللغة الأسبانية فقط. نعم إذن هي لغة ثرية، يعني هذا معروف عن اللغة العربية، ولكن هناك انتقادات توجه للغة العربية بأنها لغة جامدة، مستخدم اللغة العربية. نعم. للعربي وليس ولغة كتب. نعم يعني هذا ربما أننا نتحدث بكل هذه بكل ما يقال عن اللغة العربية. يعني أود أن بشكل سريع أستاذ بسريع هناك مفارقة باللغة العربية، قد تكون يكون وضعها الدوني في نظرتنا كربما نظرة العالم العربي إلى اللغة، آتي من تقديس مفرط للغة العربية بوضعها خانة يعني مثال أعلى لا يمكن الخروج عنه. فهذا ينفر ربما المتعلمي اللغة العربية حتى في المدارس في العالم العربي، بدل تحديث هذه اللغة ويعني تقريبها من الذائقة الجمهور وجعلها مبسطة، جعلها مشوقة. يعني هنا أود أن أضع اليد على الجرح أن المناهج قد تحتاج إلى نوع من ثورة ثقافية. صح. إذا ما صحت العبارة. خلينا نشوف رأي الدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، اللي بنحييك وبنقول لك أهلا وسهلا فيك معنا على أثير مونتيكارلو الدولي. دكتور خالد، يعني كثيرا ما تتهم اللغة العربية بأنها غير قادرة على التأقلم مع العصر والتطورات، أي أن العصر الجديد والتطورات العلمية هي باللغة الإنجليزية ولغات أخرى وليست بلغتنا الأم. هل يعني لغتنا الغير قادرة أم ما السبب؟ يعني ربما الضيوف تحدثوا قليلا، وأيضا نقول بأنها لغة جامدة، لغة كتب، لغة ربما تندثر، ماذا تقول؟
لأصحاب هذه المقولة. شكرا جزيلا للدعوة وشكرا للزملاء الكرام. أهلا وسهلا فيك. الحديث اللي أنا التحقت فيه حديث جميل ويحمل كل الأفكار الأساسية التي تدور حول اللغة العربية اليوم. أولا يعني فكرة أن اللغة العربية جامدة واللغة العربية صعبة والنحو العربي أيضا، لا لا، هذا كلام يأتي من طرفين، من الجامدين الذين لا يريدون أن يتعلموا العربية ومن الجاحدين الذين تنكروا لها. ليس في العربية أزمة، العربية على الإطلاق الأزمة في أهلها، ولو كان أهلها على سوية عالية من الحضارة ومن الرقي كما كانوا في الزمن العباسي والأندلسي لحملوا كل حضارات الدنيا. وأعتقد في البناء الطبقي الهرمي للحضارة الإنسانية أعتقد أننا نملأ واحد من أكثر الفراغات أهمية ثقافيا يعني باللغة العربية نفسها. فكرة القداسة للغة العربية يعني أنا أعتقد أنه هذا المقدس هو الذي حمل العربية أيضا وجعلها تصمد في مواجهة كل اللغات الأخرى التي دخلت عليها، بل ألغت لغات كانت موجودة من بلاد الشام إلى الأندلس، لأن القداسة يعني ارتباطها بالقرآن الكريم إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذه أيضا لصالح اللغة العربية. مكانتها عند أهلها هو السؤال الأكبر. الموضوع موضوع أمة وليس موضوع لغة. ولدت شابة صحيح، بس ولدت أيضا كاملة. يعني هذا أي حديث اليوم عن نظام العربي، نظام اللسان العربي واللسانيات الحديثة كله مقبول، ليس هناك مصادرة على رأي يريد بالعربية خيرا، لكن مصادرة على كل رأي يريد كتابة العربية بالعامية، مصادرة على كل رأي يريد أن يلغي نحو العربية. يعني نحن لا نستطيع أن نأتي للأمة ونقول نحن نملك الشرعية في هذا الزمان أن نفعل ما لم يفعل أجدادنا الذين قدموها، وإلا ماذا كتب ابن سينا وابن عربي والفارابي وكل الفلاسفة. فمن زاوية أخرى من موقعي في مجمع اللغة العربية مع زملاء كرام تبقوني وما زالوا، إحنا حددنا طريقنا بإدراك يجب أن يكون عاما، وأنا تحدثت عنه سابقا. القرار السياسي هو المهم في العالم العربي، أن تتوجه الدولة أي دولة على الإطلاق إلى اللغة، لأنه ما من دولة إلا ولها منظومة أفكار، وما من منظومة أفكار للأمة إلا بلغتها الأصلية. هل الدول، هل الإرادة السياسية في العالم العربي هي داعمة للغة العربية وتطور اللغة العربية وبقاء هذه اللغة العربية؟ هي شفويا بالتأكيد شفويا للدولة. هناك الكثير يعني من الدعم باعتقادي في جميع المجالات، المرأة وغيرها من القضايا طبعاً، ولكن على أرض الواقع دكتور من موقع المثقف لا يقبل ذلك. نحن نقبل إن كنا نحن الطليعة التي تدافع عن هذه اللغة، أهل اللغة والأدباء والإعلاميين والناس تدافع عنها، نحن نحتاج إلى تشريعات، وهذا اللي قفضت بالقرار السياسي. 2015 أصدر مجمع اللغة العربية قانون أصدرته الدولة الأردنية، مجلس النواب الأردني، مجلس الأعيان الأردني، إرادة جلالة الملك السامية، اسمه قانون حماية اللغة العربية. لم تبقى زاوية من أسماء اللافتات في الشوارع، ما سميته أنا التلوث اللغوي آنذاك، التعليم في اللغة، امتحان كفائي لكل من يعين في الدولة، مجمع اللغة العربية لأنججه، كل معلم في المدارس سمي، كل معلم يجب أن يكون معلم لغة عربية في درس الجغرافيا، يعلم ليس اللغة بس يتحدث على الأقل بها باللغة العربية. يعني هناك يعني ربما الجميع يجب أن يتحدث بلغة عربية صحيحة حتى سليمة. وهذا لم نكن نراه سابقا. يعني أنا من خريجات الأردن، عرفت علي أنا أردنية، فيعني درست في المدارس الأردنية. الآن هو يعني الآن في طور التشريع في الجامعات ومبلغ، وهذا العام يعني امتحان الكفاية يصير بالجامعات. نحن قمنا بدراسات واسعة على واقع اللغة العربية في الإعلام والجامعات والقضاء والتواصل الاجتماعي، وأدركنا المشاكل أيضا. يعني تدريس العلوم ونشر البحوث، لم نقف على الإطلاق ضد أي أستاذ ينشر بحوثه في مجلات، وإحنا العكس نرحب بذلك، لكن شريطة واحدة، أن يقدم لنا خلاصة أو موجز بجامعته أو معهده عن هذا الذي أنجزه حتى يكون بين يدي الناس. ونحن حتى نصل طبعا إلى المرحلة اللاحقة، يعني لم نفتعل قرارات حادة، دخلنا الآن على باب الحوشبة، دخلنا الآن على باب رقابة
رقابة دقيقة على تعليم العربية للناطقين بغيرها. الأعداد اللي تأتي من جنوب شرق آسيا ومن أوروبا مذهلة، لكن حتى هنا في أوروبا باعتقادي عدد كبير بيتعلم العربية وبيتعلم اللغة العربية. حذرنا فقط من التعليم بالعامية، لذلك نحن الآن في الأردن نشرف على المناهج التي تقدمها هذه المدارس. هذه المدارس. طب في عندنا الجامعات أيضا. نعم، عندنا الأستاذة ندى ربما عندها تعقيب سريعا. يهمني جدا ما تفضل به الدكتور. فعلا أنا أود أن أوضح أن تقديس اللغة هذا صحيح أنه صان اللغة العربية من الاندثار، ولكن في عصرنا الحالي دون أن نشكك بقداسة اللغة كلغة قرآن كريم، هنالك أيضا استخدامات أخرى للغة لابد أن تأخذ بأسلوب مبسط يقربها إلى مفاهيم عامة الجمهور. يعني هذا لا يستبعد الجانب الآخر، هنالك استخدامات مختلفة للغة، وتعليم اللغة انتشارها لابد أن يمر عبر تحديث دون أن تلجأ إلى العامية إطلاقا. لابد أن تبقى صحيحة سليمة تحترم القواعد والنحو، ولكن أن تبسط بشكل يقبله الجمهور ويقبل عليه. لماذا يقبل عليه الجمهور الفرنسي مثلا في معهد العالم العربي؟ لأن الأسلوب مبسط، لأن مشوق. يعني لا يكفي أن نفرض بالقرار السياسي. ثم أنك أصبت سيدي الكريم عندما تفضلت بأن المسألة مرتبطة بالمنظومة العربية ومرتبطة أيضا بالأوضاع العربية والسياسة. مجتمعاتنا غير منتجة يعني. مجتمعاتنا ربما أيضا يعني هي في أوضاع صعبة تشهدها تتبعها اللغة. يعني نعم، يعني الحال اليوم كله يعني متأزم باعتقادي، واللغة هي من ضمن هذه الأزمة اللي بنعيشها اليوم. دكتور سعود هلال الحربي، احنا مش ناسينك، اذا كان في عندك تعقيب على ما استمعت له يعني. وانا مبسوطة جدا بالحديث اللي عمالنا بنسمعه هنا وبسمعوه مستمعينا على أثير مونتي كارلو الدولية. وانتم يعني شو الأدوار اللي بتقوموا فيها كمؤسسة ثقافية إقليمية لتطوير اللغة العربية والمحافظة على مستقبلها، وشو تدخلاتكم الإيجابية في كثير من البلاد العربية؟ يعني ابرز هذه التدخلات والمشاريع اللي بتقوموا فيها سواء بالشراكة مع الحكومات العربية في مجال التعليم. سريعا لو سمحت لي دكتور سعود. طبعا قضية المنظمة كما قلت يعني معهود لهذا الجانب، وهذا أصلا يعني من أهم أهداف الحكومة. لدينا مركز الخرطوم الدولي في السودان، هذا متخصص في تعليم تبنى اكتلاف اللغة العربية، وكتب أشياء جديدة. هناك إقبال شديد حتى من بعض السفارات غير العربية للتعليم أبناء من اللغة العربية، أو نحن السيارة سعر وجدت الطلبة المصريين بالأسفل. صوتك دكتور سعود، صوتك يعني عماله مش واضح، ياريت إذا ما تتحرك أو تبقى ثابت في مكانك لو سمحت لي. والله ما أتحرك بصوت هاي. شكل التليفون عم يتحرك لحاله أو الهواء. فطبعا المنظمة لديها كثير من المشاريع والأنشطة في هذا السياق. بدينا معهد الخرطوم الدولي في السودان، ومتخصص كل ما يتعلق في اللغة العربية. فأنا أعتقد أن يعني حتى اليوم كان لدينا زيارة من الوزير الليبي دكتور عثمان عبد الجليل، أساس لمراجعة مناهج اللغة العربية ومناهج الكثير الموجودة. أيضا لدينا الآن مثلا جزر القمر السنة هذه قرروا اللغة العربية، فراح نبعث لهم أيضا ناس متدربين في هذا الجانب. أيضا لدينا أيضا مكاتبات يعني خصوصا مع الحكومة الفرنسية ووزارة التربية تحديدا، لدينا مناهج جاهزة اللي تكون يمكن ممكن تدريسها. أشتغل المنظمة أعتقد أنها كثيرة وكبيرة، وتأتي أيضا بالتجانس مع المنظمات الدولية والإقليمية في شكل كبير. لكن أرجع وأقول دائما أن اللغة العربية حتى تأخذ شكلها الصحيح تحتاج إرادة، يعني إن كانت سياسية أو حتى اجتماعية وثقافية. عندما نتكلم عن الدولية، لا تذكر أنا أصر على كلمة الدولية. الدولية لا تعني ساعات الاستنقاط، لكن انت عدم يعني استخدامك لها، عدم انتاج ثقافي لها، اذا هذا دونية في هذا الجانب. اتكلم انا منظور عن مزي حقين، حق الثقافه، وايضا مختص في وكيل وزاره في المناهج، فاعرف قضيه المناهج اللغه العربيه اعطيك حتى بشكل معلوم اعطي صوره سلبيه. حتى في ثقافتنا العربيه دائما اللغه العربيه صاحبها متحجر، صاحبها في شكل عابد، صاحبها لا يتكلم الا. فاعتقد حتى الصوره النمطيه التي رسمناها عن متخصص اللغه العربيه اصبحت تنفر الآخرين.
فأنا أعتقد أنها هي قضية يجب أن نحب لغتنا، نحب لغتنا ربما بداية ونعلم أبنائنا ونحس أنه هي هويتنا. تماما هي هويتنا. أنا لا يمكن، أنا لا يمكن أن أدافع عن قضية لا مستحيل. نعم نعم. لم أكن أنا مؤمن بأهمية اللغة العربية كلغة حياة، كلغة لغة. نعم. أنا أكتشف نفسي باللغة، أكتشف الخارج باللغة، أكتشف الآخر باللغة. فإذا افتقدت هذه الوسيلة أو همشت أو هشمت بالأحرى، أعتقد أنها كأني أنظر في منظار يعني غير واضح للأمور. هذا أتصور هذا الجانب. معالي دكتور إبراهيم، ماذا تقول لنا كلمة النهاية بدقيقة فقط؟ كل واحد لا معاه دقيقة لأنه بعدين الأخبار. طبعا أنا أتفق بشكل كامل مع معالي الدكتور خالد الكرقي في مسألة التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية. نحن بحاجة مطلقة إلى إرادة سياسية، هذه الإرادة هي التي تحافظ وتحمي اللغة. اليوم عندما نمشي في نسير في للأسف في الشوارع العربية نجد أن اللوحات والإعلامية أمام المحلات جميعها مكتوبة، معظمها تجد الألفاظ الأجنبية، لا يوجد احترام ولا يوجد حقيقة ضبط لهذه اللوحات. حتى أبنائنا نعلمهم اليوم الإنجليزية والفرنسية أكثر من العربية. هنا في فرنسا يوجد نظام يحمي اللغة. أنا أذكر قبل تقريبا 10 سنوات و 12 سنة نشرت بحث حول قانون اللغة الفرنسية في فرنسا. هنا يوجد قانون حتى في النشر في الإعلانات. فإذا الحمايات، أنا أقول اللغة العربية هي لغة حاضرة لها وجود، ليست جامدة، لا يمكن أن تكون جامدة. نتمنى إن شاء الله أن نحتفي كل يوم باللغة العربية، ونحن نحتفي بها حقيقة. أعيدكم العام القادم نحتفل سويا حتى المستشرقين الغرب. نحن يوجد المستشرق الفرنسي ويليام مارسيل الذي يقول العبارات العربية والألفاظ العربية كالعود، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لك بقية الألفاظ. فهذا دليل أن اللغة شو العربية شو أحلى من هذه الكلمات وجميلة اللي تحدث بها الدكتور إبراهيم. ثواني. شكرا. أنا متفائلة جدا بمستقبل اللغة العربية. المرصد الفرنسي للفرنكوفونية يقول أنها في عام 2050 ستسبق حتى لغات أخرى كانت هي تحت المرتبة. هي حاليا بين المواقع التي تصنفها بين الرابعة والخامسة عالميا. هذا فخر. وقد يأتي يعني البصيص من الغرب، ربما بصيص الأمل، ساعدوا معهد العالم العربي الذي هو واجهة العالم العربي في الغرب حتى يرفع هذه الراية فعلا، لأننا متحمسون لها. دكتور خالد كركي، ماذا تقول لنا في النهاية؟ يعني بس أريد أن أقول أولا الحديث عن التخطيط اللغوي أساسي، الحديث عن الإرادة الوطنية أو السياسية أو الاجتماعية في التشريع أساس آخر، التنفيذ والتطبيق يحتاج إلى أفكار. أريد أن أشير لي أولا الاهتمام بالمعاجم الجديدة، معاجم الألفاظ العربية المعاصرة والترجمة اللي يدخل إلى الدنيا يوميا مصطلحات. نحن نعمل على هذا وليس من داعي أن أقول أن العمل يسير بشكل ممتاز بالتعاون والتنسيق مع المجامع العربية. جميل. المراكز كلها مهمة وبغاية الأهمية. فقط أريد أن أشير إلى سريعاً دكتور. المناهج. نعم. المناهج فقط، أنا عضو في اللجنة العليا الجديدة للمناهج في الأردن، ولدينا قرار أن ليس لا أقول ينتهي، أن يكون شبه مكتمل في نهاية الصف الثالث أن الابتدائي أن الطالب يعرف العربية قراءة وكتابة. جميل جميل. هذا واحد. هذا ممتاز. ورجعنا الخط طبعا والدروس. الكلمة الأخيرة، نحن سريعاً يعني من باب الواجب، نحن أسسنا إذاعة مجمع اللغة العربية الأردني. بدأت البث من 6 شهور وهي إذاعة باللغة العربية السليمة. بناء وحديثا وبحث في القضايا كاملة، وستصبح قريبا على الإنترنت أيضا للعالم. هذا مشروع آخر قمتم به. نعم جميل للغاية. دكتور سعود بثواني، ماذا تقول لنا؟ بثواني فقط. أقول إن شاء الله أن اللغة العربية موجودة، أهدافنا إن شاء الله كبيرة، بس تحتاج تضافر جهود، تحتاج إلى عملية، يعني إن كانت على جميع الصعيد الثقافي والتربوي والسياسي، متى ما كانت إرادة وقناعة وقوة وفرض بالقرار، أعتقد أننا نستطيع أن نبرز اللغة العربية أو ندعم تطورها لهذا التعبير في هذا الجانب. شكرا لحضراتكم، ويعني كل عام وانتم بخير لانكم انتم تعملون طبعا اللغه العربيه. شكرا لكم. شكرا معالي الدكتور ابراهيم البلوي السفير المندوب الدائم للمملكه العربيه السعوديه لدى اليونسكو. شكرا للاستاذه ندى اليافي مديره مركز اللغه والحضاره العربيه في معهد العالم العربي، سفيره سابقه لفرنسا والكويت، والدكتور سعود هلال الحربي مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم اليكسو. شكرا للدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغه العربيه الاردني. شكرا ليوسف حبش في الاعداد والتنسيق، فلوريا من الهندسه الاذاعيه، مني من نعمات كل الحب، الى اللقاء. شكرا لكم ضيوفنا، بتجننوا. شكرا وعفوا على التليفون اللي رن. شفتي موسيقى صار. شكرا.
شكرا دكتور خالد، شكرا دكتور سعود، شكرا لكم جميعا، شكرا لحضراتكم، شرفتونا، شكرا جزيلا، وان شاء الله بنلتقيكم ربما هنا في استديوهاتنا ان شاء الله. انا قريبا. نعم اهلا وسهلا، شكرا لحضراتكم، شكرا، مع السلامه. مع السلامه.